صوارمو حمزة مطروح. اه انتوا جيتوا امتى؟ جيتوا امتى؟ احنا من اول الاعتصام، من اول يوم في الاعتصام، من يوم ال يوم الجمعه. بس انا ما شفتكوش يعني. انا ما خدتش نصبنا الخيام، لسه كنا قاعدين. كنتوا في الوقت طارق كده. لكن طب نصبنا الخيام. اليافطه دي مش باينه، عايزه تبقى على الوش كده، اصل كده. ايوه اليافطه كبيره وما كفاهاش الخيمه الصغيره دي. طب انا احاول انا اخدها كده من زاويه كده. احنا خدناها بالجنب عشان كده. ماشي. بس مثلا محافظه مطروح، صور محافظه مطروح، الحمام، حمام العالمين، العالمين، الضبعه، سيدي عبد الرحمن، سيدي عبد الرحمن. ده ما شاء الله طويله قوي 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 قوي. انتوا جايبينهم منين يا عم؟ طبعا معاك عباس جاي. طبعا تعالى يا استاذ عباس، تعالى 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 بيه، تعالى اتفضل. راس الحكمه. ايوه. انت جايب ايه؟ جايب مطروح كلها ايه؟ طب ما انا قلت له على السلوم. السلوم فين؟ السلوم طب شيل شيل البتاع اللي عليه. انت جايب بقى الاحياء كلها؟ مش الاحياء دي، المدن. المدن المدن كلها. رجاله استاذنكم انا، اهل مطروح بقى الف سلامه. السلام عليكم. ليش انت نسينا؟ تسال فيك العين، وينك يا غالينا؟ غايب غايب وين؟ ليش انت نسينا؟ تسال فيك العين، وينك يا غالينا؟ وينك يا غالينا؟ انا مش عايز اسيبكم بس. تحيا مصر. طبعا احنا بنشوف بعض من اول وجديد. يعني اتفضل. دايما مصر لما تنهض اللي بيقف على نهضتها بيكونوا اعفى ولادها. يعني اقوى والده جابتها مصر. ودايما مصر زي الرحم فعلا، اذا لوثت الرحم تجيب دايما اطفال مبتسرين، انما اذا كان الرحم قوي عارف فعلا دايما يجيب زعماء، يجيب العقاد، ويجيب طه حسين، ويجيب عبد الوهاب، ويجيب ام كلثوم، ويجيب جمال عبد الناصر، ويجيب سعد زغلول، يجيب كل القامات، ويطلعت حرب. يجيب كل القامات دي اللي هي ايه يعني، اللي هي الولادات الشديده الجامده. انما لما يتلوث الرحم، احنا حاليا اللي هم الاولاد الاصحاء بتوع مصر اللي عارفين حقوقها فين وعارفين ازاي نوقفها والكلام ده كله، نتمنى ان باقي اخواتنا الاخرين يصبحوا اصحاء زينا، ويكون عندهم القدره على الصمود وعلى الوقفه فعلا، وانهم يتحملوا يعني ايه على كاهلهم ان هم ينقذوا بلادهم مره اخرى، لان هي ام رؤوم، هي كالام فعلا. فان شاء الله طبعا يا رب ان شاء الله يعني الف سلامة، تتعافى مصر يا رب. واسيبك بقى، انا فداها، انا فدا مصر والله. الشريف علام. ياسر. اي حاجه عايز تقولها. انا مطروح. مطروح مدينه الحمام. لا لا، اهل بسماها مطروح. عايز كل احلى معايا. بس نعم. قول. اقول ايه؟ انا عايز مصر تبقى حلوه. يا مصر حلوه، وان شاء الله تبقى احلى احلى واحلى ان شاء الله. ايوه انا كنت عامل جايز جمله حلوه. شريف فرج، مرسى مطروح. اهلا اهلا اولاد مطروح. الله يخليك. الله يكرمك. ساكني مطروح جني بحاركم. عايزه تقولي حاجه؟ الناس مش عايزه تقولي حاجه لمصر؟ حاضر. انا بحب مصر. عايز اقول لها يا اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. عايز اقول ان الثورة في الفترة الأخيرة، الثورة المصرية في الفترة الأخيرة وصلت إلى مرحلة الاحتضار، لأن الشعب المصري شعب واعي، والأمة العربية كلها منتظرة وبترهن عليه. فبإذن الله الثورة هتكمل مطالبها وهتنجح بإذن الله غصبا عن كيد الظالمين إن شاء الله. شكرا. الله، صورة جميلة. اتفضل. انا اسمي احمد حسني، واقول لعصام شرف كفايه كده، احنا اديناك فرصه انك تغير من نفسك، بس انت اساسا مش هيتغير، انت زي ما انت، ويا ريت تفارقنا بقى كفايه كده، انت والمشير تعرف كلنا كلكم مطروح. انا اقول لعصام شرف، عيب اللي انت بتعمله انت والمجلس الاعلى للقوات المسلحه، لان انكشفتوا قدام العالم كله ان انتوا مدسوسين اصلا. شكرا.